يا مساء الفل على حضراتكم. انا عمر اسماعيل وانتم تتفرجوا على حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض ديزرت لذيذ كده، هنعمل زهور التفاح وبعد كده هنعمل كوكتيل الموز والتفاح. طيب خليني اقول لكم ايه المقادير اللي عندي النهارده. انا عندي شويه زبده مدوبها، عندي شويه سكر بني، عندي شويه قرفه وشويه جوز الطيب، وعندي هنا شويه تفاح يبقى كده حلو ما فيهوش اي نتوءات، فوش اي حتت طريه، يبقى شكلها كده ايه مظبوط لان احنا محتاجين الشكل ده قوي. وعندي مربه مشمش، عصره ليمون صغيره، ولوح من الباف بيستري، وده كل اللي احنا محتاجينه. طيب خلينا نبتدي كده على طول. اول حاجه عايز اعملها شويه التفاح ده اللي عندي، هحطه كده اهو في بوله بره. انا عملت ايه؟ انا جبت التفاحه واقفه كده وقورناها تمام، وبعد كده اخدناها للنص بالطول كده خلاص. بعد كده هننيمها كده زي ما حضراتكم شايفين، يعني يبقى الحته دي في النص، وسكينه وهنبتدي ناخدها شرايح رفيعه. بصوا انا بدور على شرايح، احنا بنتكلم في الحجم ده كده. طيب هنبتدي ناخد اهو ارفع حاجه بقى تقدر عليها، بس الحتت بقى دي اللي هتبقى صغيره قوي ممكن نسيبها. اول حاجه هعملها ايه؟ هفرطهم بس كده عن بعض، خلي بالنا بشويش برضو عشان ما تتكسرش. وانا على ما اخلص اللي انا بعمله، انا مش عايز التفاح يقلب مني بني، فبنعمل ايه دايما؟ بنقوم واخدين عصره ليمون كده ونحطها على التفاح اهو، وهديله بس تقليبه كويسه. انا مش عايز بايدي برضو ابقى بتعامل فيها قوي عشان ما اكسرش الحاجه، فبس شويه الليمون ده بيضمن لي ان هي ما تغمقش مني. خلاص حلو قوي. تاني حاجه هنعملها، هجيب شويه السكر البني، هجيب القرفه، وهجيب جوز الطيب، اخر حاجه خالص شويه الزبده اللي انا مدوبها، وهعملها كده اهو. وهخش كده بايدي نديها تقليبه ظريف، وبشويش برضو زي ما قلنا ايه، بحاول قد ما اقدر ان انا ما اكسرش القطع دي نفسها خالص. ونعمل كده ونفرطهم بس من بعض لحد ما نحس ان احنا وزعنا الميكسشر اللي احنا عاملينه ده على كل حاجه. خلاص حلو قوي. هناخد البول بقى اللطيف بتاعنا ده، هندخله الميكرويف بالظبط 45 ثانيه. احنا خلاص حطينا التفاح بتاعنا زي ما قلنا 45 ثانية في الميكروويف، فاداني كده ان هو طراه وخليها كده زي ما بنقول كانديد شوية. طيب هحط ده كده على جنب، هوسع بس لنفسي ونبتدي نشتغل في الباف بيستري. هناخد اللوح بتاعنا كده زي ما هو، انا كل اللي عايز اعمله ان انا بس هديله سنة فرد، هو بس تخين سنة بالنسبة لي. فدي بتبقى القطعه اللي هي بتبقى البلوك كده زي ما هو، فانت بتفرده. في من ده كان بيتباع اللي بيبقى متطبق على بعضه، ده بيبقى تقريبا اكتر شكل كمان مناسب. فدي انا بس محتاج هديها فرده بالطول بالعرض، بس هنرفعها سنه صغيره قوي. بصوا من غير حتى ضغط كتير. نفس الحاجه نجيبها بالعرض ونديها تطويله بس كده من النواحي دي. بعد كده عندي ايه؟ عندي قطاعه البيتزا او سكينه، يعني بنجيبها كده بس بال على قد ما نقدر. فانا بس عايز اعمل لها شكل الاول مستطيل مظبوط. نعمل كده من النواحي كلها. ناخد الاطراف كده. كده على قد ما نقدر اهو جبنا الشكل المستطيل اللي بقول لحضراتكم عليه. انا عايز اعمل من ده، عايز اعمل ست قطع خلاص. فاحنا هناخد اهو بالشكل ده، نعلم الاول عشان اتاكد ان احنا ظابطين مقاساتنا صح. 2 عندي 3 4 5 6 خلاص، عرفنا ايه دنيتنا مظبوطه. هنمشي بقى على الخط ده زي ما احنا كده ونحاول ننزل بيه بس على قد ما اقدر كده، يبقى ايه ستريت زي ما بنقول او خط مستقيم.
الشكل ده. عشان كده بقول لكم القطاعه دي احسن حاجه، لان هي دي اكتر حاجه تعرف تخليك تساعد على خط مستقيم اكتر من السكينه، او بقى تجيب سكينه سلاحها اصلا بالطول اللي انت عايز تقطع بيه. واخر واحده اهي. طيب واحده واحده بقى كده، هجيب اول قطعه بتاعتي اهي كده بالعرض زي ما حضراتكم شايفين. هاخد سكينه وهنبتدي ننزل هنا بالمربى بتاعت المشمش. بالشكل ده وببتدي اهو بفرد كده عشان منها اعمل الطعم، منها ادي الحته برضو المسكره الزياده، ومنها ادي حاجه ستيكنج ايجنت زي ما بنقول، او حاجه تلزق معانا واحنا بنلف. زي ما انتم شايفين كده بحاول على قد ما اقدر اوزعها تمام. ومن هنا ببتدي اجيب حتت التفاح بتاعتي وبحطها بالشكل ده. بصوا انا حاطه اهو تقريبا نصها جوه نصها بره. نعمل كده اهو بطول بقى اهو بالشكل ده. طيب هنيجي هنا بقى هنعمل ايه؟ شايفين انا حاططها في نص الباف بيستري نفسها، فانا عندي النص اللي تحت ده كله فاضي، فبايدي هقوم جاي هجيب ده على ده كده، هقفلها بالشكل ده. لحد الاخر وهضغط كده اتاكد ان هي كلها تمام. التريك بقى كلها جايه دلوقتي. هدوس كده هنا في الاخر، هحاول اقفل على قد ما اقدر. نفس الحكايه كده الناحيه التانيه. هبتدي اعمل ايه بقى؟ هجيب دي اهي هبتدي بقى ايه اقفلها كده على بعض بشويش، يعني القفله تبقى ضيقه في نفس الوقت زي ما بنقول كده ما تتعفاش قوي عليها. نلف للاخر نضغط نظبط شكلها كده. بس انا ايه عمال اضغط عشان تحافظ بس على شكلها ده للاخر، لسه لما تخش بقى الفرن هتمسك نفسها قوي قوي يعني. خلاص وتطلع بصوا لي كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، واخده اللي هي زي ما بنقول شكل الورده. خلاص وهنحطها اهو في الطبق اهي بالشكل ده تمام. ونديها بس برده مسحه تانيه ونعمل واحده تانيه كده مع بعض. وبعد كده على طول هنبتدي ننزل بيه حتت التفاح. اخر واحدتين ادي واحده وادي الثانيه. حلو قوي. زي ما عملنا المره اللي فاتت هنجيب البوف بيستري كده على بعض اهو بالشكل ده، وزي بالظبط ما عملنا المره اللي فاتت نديها ضغطه خفيفه وهنبتدي نلفها كده على بعض اهو، وهنلفها وهنثبتها بالشكل ده هنا. طيب انا بستعمل ايه عشان ادخلها الفرن؟ مافن تري، كب كيك تري، اي حاجه كده هنحطها اهي هنا وهتنقل فيها دول عشان تتاكد ان هي ما تفتحش برده في الفرن وتاخد الشكل اللي حضرتك عايزه. دي بعد ما بنخلصها بتخش الفرن بتقعد بنتكلم في نص ساعة مثلا وبتطلع هوريكم شكلها. خلوني اطلع اخطف فاصل كده في السريع اكمل الاربعة التانيين ادخلها من الفرن ارجع اوريكم شكلها كان عامل ازاي ونعمل مع بعض كوكتيل الموز بالتفاح. متروحوش في حد. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. انا طلعت خلاص زهور التفاح وعايزكم تتفرجوا على المنظر بجد شكلها عامل ازاي. ودي بقى تاخد لها كمان سكوب بولت ايس كريم فانيليا كده فوقيها، حاجه يعني خطيره. الحاجه الوحيده اللي تبقى فاضله وهي في مكانها كده ان احنا ناخد لها شويه من سكر البودره وهنديها كده رشه بس
من فوق. على كده السيرفنج بليت بتاعها زي ما هي، تعمل شكل ظريف جدا جدا جدا. حاجة مختلفة وجربوها، ولفة كده مختلفة عن الابل باي او فطيرة التفاح، حاجة كده لذيذة جدا. طيب المشروب بتاعنا ايه بقى النهاردة؟ عندنا موز، كوكتيل موز بالتفاح. عندي ايه؟ عندي شوية تلج، شوية شربات سكر، شوية لبن بودرة، شوية مية كالعادة عشان نزود منها شوية. عندي شوية تفاح متقشر ومتقطع مكعبات، وفي الاخر عندي موز. طيب ما عندناش حاجة قوي، الموز بس هشيل الاطراف بتاعته اهي، هنزلها كده عشوائيا بس نصغرها شوية. وبعد كده نزود التفاح بتاعنا، التلج، لبن البودرة، شربات. نحاول دايما نعمل حاجات ما فيهاش شغل كتير، ننجز كده كل حاجه، اقلب في الخلاط على طول ونطلع حاجه ظريفه جدا زي اللي بنطلبها بره. طيب وشويه من الميه زي ما دايما بنقول عشان يبقى عندي في البيز كده تحت حاجه تبتدي الضرب. طيب هشغلهم كده على الهادي الاول، وبعد كده نرجع نجرش التلج. حلو قوي. ننزل على طول، بصوا بقى القوام بتاعه عامل ازاي. واضافه كده وليدة اللحظة، بحب ارتجل قوي وانا معاكم في الحاجات دي. نخلص كده برشه من القرفه اهي، من فوق شاليموهاتنا بعد كده اللطيفه، ونبقى كده عملنا كوكتيل الموز بالتفاح، وعملناه بشويه لبن بودره وحركات لذيذه كده، وعملناها مع زهور التفاح اللي بجد عايزكم تجربوها وتخشوا تقولوا لي كده الاخبار. طيب احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، ارجو ان الوصفات تكون كانت سهله، جديده، متنوعه، سريعه، مطرقعه، وعجبت حضراتكم. خشوا لي على السوشيال ميديا قولوا لي ايه رايكم في الحاجات اللي بنعملها، ولسه عايزيننا نجرب ايه تاني مع بعض. اشوفكم الحلقه الجايه.